السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي مجددا في هذه الحلقة. في هذه الحلقة إن شاء الله سأشرح لكم كيفية التعامل مع موقع سي بي بولت، وسأشرح للإخوان الذين يرغبون يعني بإنشاء حساب على هذه الشركة، سأشرح لكم الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب. وإذا لم يتم يعني قبول حسابكم فيمكنكم يعني إعادة المحاولة لاحقا، لأن يعني عدد الطلبات يكون كثير على الشركة، وما دام يعني الشركة تمتاز بشهرة جيدة فهذا يعني يجلب لها العديد من الطلبات، وبالتالي فالشركة تقوم بعمل يعني فرز للطلبات، وبالتالي إذا وجدت يعني كل الأمور الخاصة بك يعني موضوعة بشكل جيد سيتم قبولك إن شاء الله. إذا بداية ستجد يعني كل الروابط التي سنشرحها إن شاء الله في أسفل هذا الوصف، في صندوق الوصف الخاص بالفيديو يعني أسفل هذا الفيديو. هذه موقع سي بي، تقوم بالضغط هنا على ساين اب للبدء في عملية التسجيل. طريقة التسجيل بسيطة جدا، كل ما عليك هو أن تقوم بإدخال الاسم الأول الخاص بك، يعني الموقع يطلب منا الاسم الأول والاسم الثاني، يعني الاسم الخاص بنا والاسم العائلي. قم بإدخال الاسم الأول هنا في الفيرست نيم، قم بإدخال الاسم العائلي الخاص بك في اللاست نيم، اختيار الدولة الخاصة بك إذا كانت موجودة، في حالة يعني لم تكن موجودة فيعني الموقع لا يدعم البلد الخاص بك. إذا من الضروري أن تقوم باختيار المعلومات بشكل صحيح، يعني وضع الدولة والأمور بشكل صحيح حتى تقوم يعني بإنشاء حساب. إذا أدخلت الأمور بشكل غلط ربما لن تكون لديك الإمكانية للحصول على حساب. بعد أن تقوم باختيار الدولة قم بوضع الأدرس، يعني السيتي أدرس أو ستريت أدرس، يعني عنوان السكن الخاص بك. ادخل اسم المنطقة الخاصة بك، يعني المنطقة التي تتواجد بها، كل مدينة لديها منطقة، اختر اسم المنطقة الخاصة بك. ادخل المدينة ثم الزيب كود، والزيب كود هو الرقم البريدي المخصص للحي الخاص بكم، وستجده على الأغلب في ورق فاتورة الماء أو الكهرباء، وهو الذي تصلكم الرسائل إلى المنزل عن طريقه. إذا قم بإضافته هنا في هذا المكان هنا، ثم قم بالضغط على نيكست. بعد هذه الخطوة سيرسل لك شركة سي بي بولت يا إما رابط يعني لتفعيل الحساب الخاص بك في الإيميل، أو يعني ستنتظر ريثما يعني سيتم تفعيل الحساب الخاص بك لأنه سيكون يعني بيندين في المراجعة. أنت انتظر وراجع الإيميل مرة وتأكد يعني من حصول على عملية التفعيل. في حالة سألوك يعني أين تعرفت على موقع سي بي بولت، قم بإضافة مثلا اليوزر نيم الخاص بي، مثلا هذا هو هنا كما تشاهدون تيك برانشيد مكتوب يعني في مكان الرمز البريدي أو الزيب كود. قم بأخبرهم أنك قمت يعني بالمجيء عن طريقي أنا يعني كعضو يعني في شركة سي بي بولت، وأنا أعمل لذلك، فإمكانية الحصول على فتح حساب من شخص يعني يعمل في الشركة فهي تكون جيدة إذا تسجلت عن طريق رابط الإحالة. لماذا؟ لأنك إذا أتيت عن طريق شخص يعمل فالشركة تضمن على أنك ستقوم بالعمل فيها، وتعطيك إمكانية إنشاء الحساب والموافقة. إذا بعد أن تحصل على الموافقة وتقوم يعني بمراجعة الحساب، ستقوم يعني بالدخول إلى حسابك بشكل عادي. إذا أنا سأقوم هنا بالضغط على اللوغن لأشرح لكم كيفية التعامل مع موقع سي بي بولت، وهذا يعني سأشرح لكم كيفية بناء صفحة هبوط من موقع سي بي بولت للعمل بها يعني في سواء مجال الألعاب أو مجالات أخرى إذا كنت ترغب يعني بالعمل عليها. بالنسبة لسي بي بولت كما تشاهدون الآن لدينا هذا هو الداشبورد، الداشبورد على لدينا هذا المخطط هنا، الأمور التي تظهر بالأبيض هنا هي الأرباح الخاصة بك والأيام، والخط الذي يظهر هنا في الأسفل يعني أسفل الخط الأبيض هي الأرباح التي تحصلت عليها يعني من الإحالات أو الأشخاص الذي تم تسجيل عن طريقي، وأنا يعني أدعمهم بالشرح وبعض الأمور وهم كذلك يحصلون على أرباح. المهم الحمد لله أن النتائج هذه تظهر مع الجميع. إذا لدينا بداية هنا الكليك يعني الضغطات، لدينا الليد التحويلات، ولدينا الأرنينج يعني الأرباح، ولدينا الأو بي سي. إذا هنا الضغطات يعني يجب أولا أن يكون لديك شيء قمت بالترويج فيه، يعني قمت بترويج عروض السي بي في مكان معين مثلا السوشيال ميديا أو يوتيوب أو أي شيء، وبالتالي تبدأ يعني عن طريق السي بي تتحول الأمور إلى السي بي سي وهي النقرات. بعد ذلك تتحول هذه النقرات تأتيك بليد، وهذه الليد تعطيك يعني الأرباح، وبالتالي كما تشاهدون هنا الأو بي سي أو الانجيجمنت بير كليك يعني نسبة التفاعل مع النقرات. مثلا أنا لدي 37 نقرة تحصلت منها على 3 تحويلات، والأو بي سي الخاص بها هو $0.12.
إذا نسبة الـ EPC كلما كانت مرتفعة كلما كانت الأمور جيدة. لماذا؟ لأن كلما ارتفع الـ EPC كلما زادت نسبة الأرباح الخاصة بك، وكلما كنت شخص يعني مؤهل من الشركة لإعطائك عروض أخرى. يعني الشركة ترى على أنك تروج للعروض بشكل جيد، فبالتالي تعطيك الأولوية لعروض جيدة فيها أرباح. عفوا إخوان، إذا هنا شرحنا الداشبورد. نأتي إلى الأسفل هنا، كما تشاهدون هنا لدينا المكان المخصص بالتعليقات. كما تشاهدون يمكنك التواصل مع المانجر الخاص بك. كذلك هنا لدينا يعني صفحة هبوط يمكننا العمل بها. هذه الصفحات التي ترون على سي بي بولد هي فقط للعمل على سي بي بولد. مثلا صفحات هذه الصفحات خاصة بالألعاب، يمكنك كذلك أن تقوم بإنشاء الصفحة التي ترغب فيها. مثلا هناك قوالب فارغة لوضع صفحة معينة، تقوم أنت بإنشائها وإعطائها اسم وكل هذه الأمور. مثلا هنا كما تشاهدون image preview not available، يعني تقوم بالتعديل على هذه الصفحة. وهناك صفحات مثلا هنا إذا توجهنا إلى الأسفل، مثلا سنقوم هنا بالضغط على preview. مثلا صفحات للألعاب، مثلا هذه الصفحة هنا. كل ما عليك كما تشاهد أنت حاليا قمت بمشاهدة الصفحة، تقوم بالضغط. يعني يجب أن تمتلك حاسوب للحصول على مثل هذه الأمور التي نعمل الآن، لأن الحاسوب يسهل عليك العمل. إذا نقوم بالضغط هنا على زر الفأرة الأيمن، ثم كل ما عليك هو أن تقوم بالضغط على في بيج سورس، ثم تحصل على هذا الكود سورس هنا. كما تشاهدون هو كود برمجي يتكون من أكواد السي اس اس والاتش تي ام ال والجافا سكريبت، وتقوم بلصقه في المدونة بلوجر الخاصة بك، وبالتالي تصبح لديك صفحة الهبوط. سنشرح هذه الأمور إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة، لننتهي من كيفية إنشاء صفحة هبوط لترويج العروض. وهذه الصفحات يعني فالعروض يعني توجد عليها، لا داعي لتضمين العروض فيها، لأن العروض متواجدة فيها، والشخص الذي سيقوم بفتح هذا العرض سيعطيه العرض على حسب الدولة التي هو فيها. مثلا إذا قام الشخص بفتح الصفحة من أمريكا سيظهر له عرض في أمريكا، إذا كان من مصر سيظهر له العرض في مصر، إذا كان من دولة أخرى سيظهر له العرض على حسب الدولة الخاصة به. أما بالنسبة للعروض الفردية التي يعني تريدون العمل عليها، فهي هنا مثلا إذا كنتم تريدون عمل صفحات هبوط خارجية كالتي سبق وشرحت لكم كيفية بنائها على منصة بلوجر، هي استضافة مجانية. سأريكم الصفحة التي سبق وبنيت إذا لازالت لدي هنا. إذا هنا قمت أنا بإنشاء صفحة. هذه الصفحة يمكنك أن تقوم بالترويج عليها عدة عروض، يعني من عدة شركات، سواء كانت عروض للأفيليت أو شركة سي بي بولت أو سي بي جريب أو عدة أمور أخرى. يمكنك أن تقوم ببناء صفحة بهذا الشكل كما تشاهدون، أو أشكال أخرى عديدة من موقع بيفري سبق وشرحته في الفيديو الذي ستجدونه أسفل هذا الفيديو. إذا هذه الطريقة ستمكنك من وضع نوع الصفحة التي تريد. وهنا كما تشاهدون أنا قمت بتضمين العرض. الصفحة هنا قمت بإنشائها بطريقة عشوائية فقط لأشرح لكم، لكن بقت هذه الصفحة يعني متواجدة على بلوجر وأنا لا أحتاجها، يعني لا أعمل بها، كانت فقط يعني للشرح. المهم تلك الصفحة يعني يمكنك أن تقوم بالعمل عليها يعني مع عدة شركات، وهذه هي صفحة يعني ستعطيك الكود الخاص بها وكل هذه الأمور. أما اليوم في إن شاء الله في هذه الحلقة سنشرح فقط يعني الصفحات التي هي متواجدة على شركة سي بي بولت. إذا بداية بعد أن تقوم بالتوجه إلى العروض، هنا لدينا الأول أوفرز، ستقوم بالتوجه إلى العروض. كما تشاهدون هنا يظهر لك الأي دي يعني الرقم الخاص بالعرض، الدولة الخاصة به، النيم يعني اسم العرض، الأنشور الخاص بالعرض، والكاتيجوري يعني التصنيف الخاص به، الديفايس يعني الجهاز الذي ستعمل به، البي اوت يعني العرض كم يدفع، والاو بي سي الخاص به. لدينا ستاتوس يعني رانينج، فهو شغال ديريكتلي اونلي، يمكنك ان تقوم يعني بتشغيله او الحصول على الرابط. وهناك عروض يمكنك ان تقوم بتوقيفها وعمل لها ديزيبل. مثلا هذا العرض اذا كنت ارغب في توقيفه ساقوم بالضغط عليه هنا واقوم بالضغط على ديزيبل، وبالتالي اكون قد قمت بتوقيف هذا العرض يعني ولن يظهر مع شخص اخر. هذه الطريقة تستعمل بالنسبة للاشخاص الذين يعملون بالكونتنت لوكر، وكذلك صفحة الهبوط، لان هناك بعض عروض الدفع. مثلا هنا سنتوجه الى هنا الى الكاتيجوري. كما تشاهد لدينا عروض الكريدت كارد سابميت، ستقوم يعني بالضغط عليها وتقوم بعمل لها ديزيبل كلها حتى لا يعني يكون للعميل دفع او اي شيء من هذا القبيل. فقط اعمل على عروض الايميل اند بين اند زيب سابميت، وعروض
الموبايل انستول، يعني هناك عروض جيدة للعمل عليها. الأغلب يستعمل عروض الإيميل أند زيب سبميت، وبالتالي هذا يعطي فقط للعميل أن يقوم بإدخال الإيميل الخاص به والرقم البريد الخاص به، يعني لن يدفع أي شيء. إذا هنا سنختار على سبيل المثال العرض. هنا قم بتحديد الدولة، يعني ما هو مصدر، أين ترغب أن تروج هذه العروض، أو أين من أين تريد الحصول على العروض. مثلا سأقوم بالبحث مثلا عن عروض في الولايات المتحدة الأمريكية United States. هنا يعني أني أي عرض مثلا متواجد هنا، مثلا بوستد أو ديزيبل، يعني العروض الغير شغالة والعروض الشغالة. هنا سأختار أني. إذا هنا ايميل زيب سبميت. هنا سأختار أن يظهر لي الأو بي سي الخاص بالعرض. هنا يعني سأترك هذا الخيار كذا. إذا هنا إذا كان لديك عرض سابق يمكنك أن تقوم بإدخال اسمه والبحث عليه أو الانشور الخاص به وكذلك الاي دي. وهنا رانينج، اختار دائما العروض التي هي رانينج يعني تشتغل، بعد ذلك تقوم بالضغط على سيرش. إذا ابحث عن الدولة التي تريد أنت، أي دولة ترغب فيها ابحث عنها. اذا هنا ظهرت معي العروض التي هي مثلا في امريكا، يعني فقط يعني كما تشاهدون لانني اخترت امريكا. اختر انت البلد المناسب. ساقوم هنا بالضغط على جيت لينك، وبالتالي اكون قد حصلت على رابط العرض هذا هو. قم بنسخه وقم بادراجه داخل صفحة الهبوط الخاصة بك والترويج له كصفحة الهبوط التي شرحتها لكم الان، التي قلت لكم انكم يمكنكم ترويج اي عرض او من اي شركة سي بي او شركة افيليت اخرى عليها. اذا هذه طريقة البحث عن العروض. بالنسبة للكونتنت لوكر، طريقة عمل الكونتنت لوكر اخوان يعني بسيطة جدا، لن نشرحها في هذه الحلقة، سنتركها لحلقة اخرى، لكنها سهلة وبسيطة جدا. اذا سنعود هنا الى الداشبورد لنقوم بانشاء صفحة الهبوط الخاصة بنا، وساريكم يعني بعض الطرق لتقوموا بانشاء صفحة هبوط احترافية لترويج عروض السي بي. الان كما تشاهدون الارباحية فهي تظهر معكم، يعني كل شيء يظهر امامكم، يعني يوميا العداد يتغير واظهر معكم يعني النتائج بشكل جيد. بداية سنقوم بالتوجه الى هذا الموقع ونقوم بالبحث عن اسم دومين سنستعمله لربطه مع صفحة الهبوط الخاصة بنا. ما دور هذا الموقع؟ هذا الموقع فقط يعطيك اسم نطاق باسم جيد على حسب نوع العمل الخاص بك الذي ترغب بإنشاء الدومين فيه. مثلا أنا سأقوم باختيار، مثلا سأقوم بإعطائه فقط كلمة مفتاحية وأقوم بالضغط على سيرش، وهو سيعطيني العديد من الدومينات التي يمكنني البحث عليها والحصول منها على فكرة لشراء دومين للعمل به. مثلا إذا مثلا هناك مشاهد العديد من الدومينات، سنرى مثلا دومين معين على سبيل المثال بيرفكت باستر، بيرفكت نت. هنا لدينا اذا لدينا مثلا هذا الموقع الذي هو بيلا بيرفكت. انت اختار ضع الكلمة المفتاحية التي هي يعني على حسب نوع العمل الخاص بك. مثلا انا هذه فكرة فقط يعني اللي اعطيتها لك للبحث عن دومين. مثلا انا لدي دومين ساقوم بالتوجه الى نيم تشيب، ساقوم هنا فقط مثلا باضافته اولد بيرفكت لانني قمت بالعمل عليه جاهزا، لذلك فقط اعطيتك فكرة. اقوم هنا بالبحث او بالضغط على سيرش، بعد ذلك تظهر معي قائمة الدومينات من نيم تشيب. كما تشاهدون هنا سعر دومين .com سعره $7، كما تشاهدون 6.98. هناك دومينات أخرى بأسعار أخرى يمكنك أن تقوم بشرائها، لكن أنا أنصحك بـ.com فهي جيدة للعمل. إذا أنا سأقوم بشراء هذا الدومين للعمل به. كما تشاهدون هنا سأقوم بالضغط على Add to Cart. إذا كان لديك حساب في نيم تشيب ستتوجه للشراء، في حالة لا ستقوم يعني بإنشاء حساب فقط يعني من إكمال الأمور. إذا أنا هنا قمت بإضافته إلى السلة، سيكلفني $7.16. سنقوم هنا بإتمام العملية وقمنا بوضعه في السلة حاليا. إذا سنقوم بالضغط هنا على التشيك أوت. إذا بعد الضغط هنا على تشيك اوت، هنا يخبرك كم تريد أن يبقى لديك الدومين، هل سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات. إذا هنا في حالة كنت ترغب في سنة واحدة سيكون المبلغ $6.98، في حالة كنت ترغب يعني في سنتين سيكون المبلغ يعني مضاعف على ما أعتقد، يعني ثمن لسنتين. إذا هنا سأختار أن يبقى لي لسنتين وسأدفع له مقابل سنة، عفوا ليس سنتين، سأقوم بالدفع له مقابل سنة $7.66.
19. هنا لديك بعض الاختيارات الأخرى، مثلا هنا إذا كنت ترغب فيها أنا سأتركها، يعني لن أختارها لأن ربما ستكلفني بعض الأمور الأخرى مثل هذه الأمور إذا كنت ترغب فيها. إذا هنا سأقوم بالضغط على Confirm Order لنتوجه إلى عملية الشراء. هنا سأقوم بإضافة فقط اليوزر نيم الخاص بي لأن لدي حساب في هذا الموقع، سأقوم فقط يعني بإضافة اليوزر الخاص بي. أقوم هنا بالضغط على Sign In لنتوجه إلى يعني الدخول إلى الحساب، وأقوم هنا يعني بتأكيد الدخول إلى الحساب يعني عن طريق التأكيد بالكود. ستصلني رسالة على الهاتف الخاص بي، سأقوم بإدخالها. إذا هنا سأقوم بإدخال الرسالة، ثم أقوم هنا بالضغط على Submit Security يعني المرور. إذا ربما أعتقد الكود به غلط ما، سأراجع الكود. إذا هنا نعم كان هناك غلط، إذا سأقوم بالضغط على Submit مرة أخرى. سنقوم بالدخول إلى الحساب وإتمام عملية الشراء. إذا هناك ما تشاهدون، سأقوم يعني بالشراء عن طريق باي بال. أنت يمكنك أن تقوم باختيار وسائل أخرى بالضغط هنا على Select Other Payment Option واختيار عملات أخرى، وهناك البيتكوين والفيزا كارت والماستر كارد، يمكنك أن تقوم بالاختيار ما تريد. إذا سأقوم بشراء هذا الدومين لأتمم معكم إن شاء الله هذه التجربة حتى تروا. إذا سأقوم هنا بإدخال الإيميل الخاص بالباي بال الخاص بي وكذلك الباسورد الخاص بي، ثم سنمر إلى عملية الشراء. إذن بالنسبة للباي بال يمكنك أن تشتري عن طريق البطاقة وكذلك عن طريق حساب الباي بال. إذا قمت برفض البطاقة الخاصة بك بالباي بال فيمكنك أن تقوم بالدفع عن طريق البطاقة الخاصة بك. إذن هنا سأقوم بالضغط على Continue، ثم سأقوم هنا بالضغط على Continue مرة أخرى حتى نقوم بشراء الدومين، وسيصبح لدينا الدومين جاهز. إذن سنرى هل لدي المبلغ الكافي في يعني البطاقة لتحويله إلى الباي بال. إذا سنرى order sent for processing، يعني على ما أعتقد أن العملية تمت بنجاح، تم شراء الدومين حاليا بنجاح إخواني الأعزاء. كما تشاهدون هنا لدينا المانج الخاص به. إذا لدينا أمور أخرى سنتوجه إلى إذا دون عملية. هنا عندما تشاهدون دون أن العملية تمت بنجاح. إذا سنتوجه الآن إلى الداشبورد الخاص بنا لنرى الدومين الذي قمنا بشرائه ونرى كيف سنقوم يعني بالتعامل مع هذا الدومين. إذا كما تشاهدون الآن ها هو الدومين يظهر معنا في هذا المكان. أنا لدي عدة دومينات أخرى، إذا كيف سنقوم بوضعه مع منصة بلوجر؟ أولا سنقوم بالتوجه إلى بلوجر. إذا لم يكن لديك فكرة عن كيفية إنشاء بلوجر سأضع لك فيديو أسفل هذا الفيديو لتتعرف على كيفية إنشاء بلوجر. أنا لدي عدة مدونات في بلوجر، سأقوم بإنشاء مدونة جديدة سأقوم بإعطائها نفس يعني هنا ديسكريبسيون على حسب مثلا سأقوم بعملها مثلا لفورتنايت فري في سي مثلا فورتنايت، ثم سأقوم هنا ب وضع يعني الدومين الذي قمت بشرائه فقط. يعني هذا سيكون مربوط مع بلوجر لكن فقط يعني لإتمام الخطوات بشكل جيد. إذا هنا قمنا بوضعه. إذا ظهر لك بالأزرق فاعلم أنه موجود، إذا ظهر بشكل آخر فاعلم أنه غير موجود. سأختار هذا القالب الذي هو بسيط أو سيمبل، ثم أقوم بإنشاء مدونتي التي سأقوم بعمل صفحة الهبوط عليها. الآن أصبحت لدي المدونة التي سأقوم بإنشاء صفحة الهبوط عليها. أولا سأقوم بالتوجه إلى المظهر في هذا المكان، سنتوجه للمدونة لنرى ما هو شكلها. سنقوم بالضغط على عرض المدونة لنرى الشكل الخاص بها. كما تشاهدون المدونة بسيطة وكما تشاهدون وهذا هو الشكل الخاص بها، وهذا هو الدومين المتواجد عليها كما تشاهدون الذي اخترناه وهو مربوط مع blogspot.com. إذا هذا سنقوم بحذفه لأنه عشوائي ولن يعني العميل لن يكمل العرض إذا يعني رأى هذا الدومين، لذلك سنقوم بتغييره. المهم أننا سنتوجه إلى قسم البلوجر، نقوم بالتوجه إلى الإعدادات أولا، ثم هنا إعداد عنوان URL تابع لجهة خارجية.
سنقوم هنا بالتوجه إلى موقع نيم تشيب، ثم هذا هو الدومين الخاص بنا. سنقوم بالضغط على ماناج بهذا الشكل لنبدأ في ربطه بالبلوجر الخاص بنا. سنقوم بنسخ الدومين، ثم هنا سأقوم بتقريب الصفحة فقط. إذن هنا سأقوم بوضع www نقطة ثم لصق الدومين ليكون كامل، ثم سنقوم هنا بالضغط على حفظ بهذا الشكل. بعد أن تقوم بالضغط على حفظ سيعطيك الهوستات أو الاستضافات التي ستقوم بوضعها على نيم تشيب. إذن هنا في نيم تشيب سنبدأ بوضع الهوستات. أين سنقوم بوضع هذه الأمور؟ سنقوم بالتوجه إلى هنا إلى Advanced DNS، حيث يعني ضغطنا على الموقع Advanced DNS، ثم سنبدأ يعني بإنشاء الأمور الخاصة بنا في هذا المكان. هنا سنأتي وسنقوم، هناك ما تشاهدون لدينا هنا خيارين، سأقوم بحذف هذا الأول الذي هو 30 دقيقة لأن الموقع يستغل على عرض الإعلانات الخاصة به. أقوم هنا بالضغط على Add New Record، ثم أقوم هنا باختيار كلمة Cname Record بهذا الشكل. أقوم هنا كذلك بإضافة قسم آخر كذلك اسمه Cname Record. إذن قسمين لدينا هنا. سنقوم بالعودة إلى بلوجر، سنقوم ب كما تشاهدون نسخ هذا الهوست هنا أو هذا السيرفر، نقوم بنسخه. العودة إلى موقع نيمتشيب، إذن هنا في الهوست سنقوم بإضافة www، ثم هنا سنقوم بإضافة التارجت الخاص بنا الذي قمنا بنسخه. نقوم بالعودة مرة أخرى، ثم سنقوم بنسخ هذا التارجت كذلك و الهوست الخاص به. إذا نقوم بإضافة التارجت، يعني كل مكان لديه المكان المخصص الخاص به، لا تضع الأمور بشكل مغلوطة، فقط لأن لدي بلوجر بالعربية تدار الأمور يعني من اليمين إلى اليسار. إذا هنا سأقوم بإضافة الهوست بهذا الشكل. الآن سأقوم بالتعليم على خيار الصح هنا وكذلك في هذا المكان هنا، ثم سنعود إلى مدونة بلوجر، ثم سنقوم هنا بالضغط على حفظ العملية. إذا بعد أن تقوم بالضغط على حفظ العملية انتظر ريتما يعني قم بمحاولة مرة والأخرى حتى يتم ربط الدومين الخاص بك في حالة تعذر ذلك. إذا الآن تم ربط الدومين الخاص بنا بمدونة البلوجر، سنتوجه لنشاهد كيف سيظهر البلوجر الخاص بنا. إذا هو يلزمه بعض الوقت ليظهر الدومين بشكل جيد، لكن لا بأس سنقوم يعني بالعمل به وسيظهر يعني منذ خلال لحظات أو 4 ساعات أو ساعتين أو يعني هناك يعني سيستغرق مدة معينة. المهم سنعود للعمل على صفحتنا على موقع سي بي بولد. إذا كما تشاهدون الآن سنتوجه إلى هنا، لدينا صفحات يمكننا العمل بها كما تشاهدون. هنا لدينا هذه الصفحة كما تشاهدون، لدينا صفحة نتفليكس، لدينا صفحة روبلوكس. إذا سنختار صفحة معينة للعمل بها في هذا المجال. إذا أنا سأختار صفحة، لكن أنت اختار ما تريد. لنقل على سبيل المثال هذه الصفحة، سأختار مثلا أنا هذه الصفحة لعمل أمور خاصة بالفورتنايت. إذا هنا سنقوم بأخذ هذه الصفحة هكذا، الضغط على الستيب هنا. لدينا يمكنك أن تقوم بإضافة اسم للصفحة لأنه سيكون لديك صفحات عديدة يعني تتغالط لك، لذلك قم بإعطائها اسم. مثلا هذه صفحة فورتنايت 1، يعني لن يظهر هذه الأمور للأشخاص، لكن هي صفحة يعني كي تتذكر يعني الأسماء الخاصة بالصفحات الخاصة بك. إذا هنا الريديركشن يو ار ال، هنا ستضع الرابط الذي ستقوم بتوجيه العميل إليه بعد أن يكمل العرض، يعني ما هو الشيء الأخير الذي سيتحصل عليه العميل من بعد إكمال العرض. هنا قم بإضافة الرابط الخاص بك. إذا أي شيء يحتوي الرابط الخاص بك، سواء كان يحتوي على برنامج أو ملف أو فيديو أو صور أو أي شيء. مثلا أنا هنا سأقوم بإضافة مثلا صفحة الاتصال الخاص بي، أريد الأشخاص الذين سيكملون العرض أن يقوموا بالاتصال بي عن طريق إضافة الاسم الخاص بهم للبريد الإلكتروني ورسالة. هذا سأقوم بإضافة هذا الرابط الذي هو من مدونتي الإلكترونية. إذا هذه مدونة أخرى يعني خارج الشرح، لكن سأقوم بوضع رابطها لأنني هو ما سأوجه له العميل في الأخير. أنت ستقوم بوضع الرابط الذي تريد. إذا أصبح لدي الرابط هنا جاهز.
هنا ستقوم باختيار واحد، وهنا واحد يعني كم تريد للشخص من مرة أن يقوم بإكمال العرض؟ فقط مرة واحدة وهو الأمر الذي مطلوب. هنا سأقوم بوضع الاسم العملة أو الكوينز الخاصة التي سأقوم بإعطائها للعميل، نظرا لأن هذه صفحة هبوط وليس صفحة لعروض أخرى. إذا هنا قمنا بوضع اسم العملة، أنت ستختار مثلا بابجي ستضع يو سي، فورتنايت تضع حرف الفي. إذا هنا تقوم بإضافة الاي دي الخاص بجوجل اناليتيك اذا كنت ترغب بالحصول على التحليلات لصفحة الهبوط الخاصة بك ومصدر الزيارات وكل هذه الامور لتقوم بعمل صفحات حملات اعلانية ممولة لاحقا. اذا انا لن اضع يعني لجوجل اي دي حتى نرى يعني الشرح ديسكريبسيون خاص بالصفحة، مثلا فري في فورت فورتنايت فقط يعني للشرح فورت نايت بهذا الشكل. أنت قم بإضافة الأمور بشكل جيد. الكيورد هنا سأقوم مثلا ب فري فورت نايت، مهم الأمور بشكل عادي. بالنسبة للصور هنا تأتي مرحلة الصور، لدينا صورة الكوفر يعني الخلفية الخاصة بالصفحة، صورة العملة أو الكوينز، ولدينا اللوجو اللوجو عفوا اخواني اللوجو الخاص بصفحة الهبوط. اذا لدينا ثلاث اشياء نحتاجها بالنسبة حتى تظهر معك يعني الامور بشكل جيد ويظهر معك اللوجو وكل الامور بشكل جيد وتظهر الصورة بشكل واضح. وهذه الامور تختار يعني الاحجام الخاصة بالصورة، لحجم اللوجو سيكون يعني هذا الحجم هو الذي سيكون 349 في العرض، في يعني في العرض، وفي الارتفاع 95، هذا هو الحجم المناسب للوجو. بالنسبة للعملة الحجم المناسب الخاص بها سيكون هنا size image 225 على 225، يعني صورة مربعة بحجم 225 على 225 بالبيكسل من طبيعة الحال. بالنسبة للكوفر يكون حجم الكوفر حتى يظهر بشكل ممتاز 1022 على 570. إذا شرحنا هذه الأمور، أنا لدي الأمور جاهزة قمت بالعمل عليها بواسطة برنامج الفوتوشوب. سأقوم هنا بالضغط على select file ثم upload file ثم سأقوم باختيار الصورة التي نعمل عليها التي قلنا أنها خاصة بالفورتنايت. إذا هذه هي فقط كوفر سنقوم بإضافتها في الخلفية الخاصة بال يعني باللعبة الخاصة بنا. إذا هنا سنقوم بالبحث عن أين وضعناها، هي الكوفر، سنقوم بفتحها كما تشاهدون الآن. بعد فتحها تظهر معنا هنا، ننتظر، يجب أن لا يكون يعني حجم الصورة كبير حتى تظهر معك الصورة بشكل جيد. إذا هنا سأقوم بالضغط على سيلكت، سأقوم بإضافة الكوينز أو العملة الخاصة باللعبة، كذلك سأقوم بإضافتها حيث وضعتها على الحاسوب الخاص بي. سأقوم بالبحث عنها، أين هي؟ أين هنا الديسكتوب، اللوجو. إذا هنا تابعوا معي إخواني حتى تستفيدوا إن شاء الله من هذه الأمور، هي فقط يعني لتربح وتحقق أرباح إن شاء الله، ولا تضيع الوقت في تصفح الفيسبوك بشكل فارغ دون أي أشياء. إذا هنا سنقوم بإضافة اللوجو الخاص بصفحة الهبوط الخاصة بنا، وضعنا كل الأمور، الآن تبقى لنا اللوجو الخاص بصفحة الهبوط الخاصة بنا. إذا سنقوم بالبحث عن اللوجو، كذلك نقوم بالدخول إلى هنا ووضع لوجو خاص بنا، قمنا بإنشائه باسم الدومين الذي سنعمل به. إذا هذا هو اللوجو open. إذا ننتظر لكي يتم تحميل اللوجو، سأقوم بالضغط على سيلكت. الآن أصبحت لدينا الأمور جاهزة كما تشاهدون بالنسبة لصفحة الهبوط الخاصة بنا. هنا كل ما تبقى لنا أن نقوم بالتعديل عليه هو هذا المكان هنا. سنقوم باستبدال أين هنا، سنقوم باستبدال هذه الجملة بأمور خاصة بنا. مثلا سنقوم بتسمية هذا هذه الصفحة، سأقوم بتسميتها مثلا جينيراتور هاك. هنا سأقوم بحذف الكريستال وأقوم مثلا بوضع اسم العملة الخاصة بفورتنايت. إذا هنا سأقول له أن يربح مثلا إلى حد مثلا
هذا العدد، ثم سأقوم هنا بالضغط على Save and Preview لنرى كيف ستظهر الصفحة. إذا بعض الأشخاص سيسألونني هل العروض مضمنة أم أي شيء من هذا القبيل؟ العروض موجودة يا أخي في الصفحة، لا داعي لأن تقوم بوضع العروض لأنها موجودة داخل الصفحة، يعني شركة سي بي بول تضع العروض بشكل أوتوماتيكي. إذا هنا الصفحة لدينا أصبحت جاهزة. الآن كل ما علينا هو أن نقوم بأخذ رابط الصفحة والحصول على الكود الخاص بها. سنقوم أولا بالضغط هنا على continue للحصول على الصفحة، سنقوم هنا بالضغط على OK. الآن هذا هو الرابط الخاص بصفحة الهبوط الخاصة بنا. هذه الطريقة ستعمل بها على باقي صفحات الهبوط المتواجدة على سي بي بول، سواء كنت تريد التعديل على الصفحة أو ترك الصفحة كما ترغب. الآن هذه هي صفحة الهبوط التي قمنا بإنشائها كما تشاهدون إخوان. هنا سيقوم العميل بإدخال الإيميل الخاص به، وهنا سيقوم باختيار هل الأندرويد أم الآي أو إس. هنا سيختار يعني كم يريد، مثلا كما تشاهدون هنا مثلا 10,000 في 5,000، المهم. ثم سيقوم بالضغط هنا على هذا الخيار الذي هو جيت اسم الكوينز أو العملة، ثم سيظهر له هنا الإيميل الخاص به ويبدأ يعني باستخراج الأمور، وسيبدأ يعني بوضع إعطائه العروض لإكمالها. سنرى فقط العروض ثم نعود لنقوم بوضع السكريبت أو الكود داخل البلوجر الخاص بنا. إذا هنا ننتظر فقط لنرى كيف ستظهر العروض للعميل. إذا هنا ظهر معنا الموبايل فيريفيكيشن، بعد أن تقوم بالضغط عليها ستظهر معك العروض. هنا يظهر معك عروض من اللغة العربية، لغة أجنبية على حسب الدول الأخرى. إذا أوتوماتيكيا الشخص سيتوجه إلى العرض الذي يناسب اللغة الخاصة به. بعد أن يقوم بإتمام العرض ستحصل أنت على أرباح من الأمور التي قمت بالعمل بها. الآن هذه هي صفحة الهبوط الخاصة بنا. سأقوم هنا فقط يعني مرة أخرى سنقوم بإزالتها، ونقوم بإضافة رابط صفحة الهبوط ثم التوجه لها، ثم نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم نقوم بالضغط على في بيج سورس، ثم هذا هو الكود الذي ستقوم بنسخه بشكل كلي. لا تنسى أي جزء، لأن أي جزء نسيته ربما سيخلف مشكلة في الـ CSS أو في الكود الخاص بالـ HTML ولن تظهر معك الصفحة بشكل جيد. إذا هنا هذا لدينا بلوجر، سنرى هل تم ربط الدومين الخاص بنا الذي قمنا بشرائه. نعم بالضبط تم الآن ربط الدومين الخاص بنا بمدونة بلوجر التي قمنا بإنشائها، وكما تشاهدون هذا هو الذي يظهر عليها، هذا هو القالب. كيف سنقوم بالتخلص من هذا القالب؟ كل ما عليك هو أن تقوم بالحصول على هذا الكود الذي سأضعه لك في أسفل هذا الفيديو. قم بعمل له select all ثم قم بنسخه. هذا الكود هو لحذف المدونة، سيعطيك قالب فارغ للمدونة. سنقوم هنا بالعودة للمظهر. بعد أن قمنا بربط الدومين سنعود للمظهر، نقوم بالضغط هنا على تعديل HTML أو Added HTML، ثم سنقوم بعمل Select لكل هذه الأمور، ثم سنقوم بحذفها، ثم نقوم بلصق الكود الخاص بنا وهو كود خاص بمدونة فارغة، ثم نقوم بحفظ الأمور. إذا بعد أن نقوم بحفظ الأمور كما تشاهدون المدونة كانت لدينا بهذا الشكل، كيف ستصبح لدينا الآن؟ سنقوم بتدوير الصفحة مرة أخرى. الآن أصبحت لدينا مدونة فارغة كما تشاهدون. سنعود مرة أخرى لعرض المدونة. الآن المدونة هي فارغة. إذا سنعود هنا إلى الكود الذي هو من السي بي بولد الخاص بصفحة الهبوط الخاصة بنا، نقوم بنسخه مرة أخرى، ثم نقوم بالعودة إلى مدونة البلوجر، ثم نذهب إلى التخطيط، ثم هنا يكون لدينا قسمين. هنا قسم خاص بالرمز الخاص بالمدونة الخاصة بنا، وهنا سنقوم بإضافة الكود الخاص بالـ HTML. بداية هنا سنقوم بإضافة الكود، هنا سنضغط على إضافة أداة، ثم سنختار HTML JavaScript، ثم هنا سنقوم بلصق الكود الخاص بنا، وسنقوم هنا بالضغط على حفظ. بهذا الشكل سنكون قد قمنا بحفظ الأمور. الآن سنتوجه، سنقوم بإغلاق يعني هذه الأمور. نيمتشيب ربطنا يعني معه الطوميل يعني لا نحتاجه الآن، سنقوم بإغلاقه. هنا هذه الصفحة سنقوم بإغلاقها كذلك، هنا كذلك سنقوم بإغلاقه، هذا كذلك، هذا الموقع الخاص بي كذلك سنقوم بإغلاقه. هذا استعملنا الكود، حصلنا على الكود، قمنا بإضافته إلى بلوجر. الآن أصبحت لدينا الأمور جاهزة. سنقوم بعرض صفحة الهبوط الخاصة بنا التي قمنا بإنشائها. إذا إخواني تهانينا، هذه هي صفحة الهبوط الخاصة بكم كما تشاهدون، وتظهر عليها الصور ويظهر عليها كل الأمور. وكما تشاهدون هنا هذه هي الأمور، هنا يعني كما تشاهدون ظهرت معنا الأمور كما تشاهدون.
بشكل جيد وبشكل يعني المرغوب فيه والذي نريده. كل ما عليك فقط هو أن تقوم يعني بتغيير لغة البلوجر إلى الإنجليزية، ليظهر معك البلوجر من اليسار إلى اليمين، لأنها يعني هنا تظهر يعني بشكل عكسي، لكن هذا ليس مصدر إزعاج. إذا هنا سنقوم أولا بحذف هذه الجملة التي تظهر في الأعلى هنا، سنقوم بحذفها. كيف ذلك؟ سنقوم بالتوجه إلى هنا، ثم نقوم بالتعديل، ثم نقوم هنا بالضغط في الفراغ، ثم نقوم بالضغط على زر كنترول و F من الكيبورد، ثم نقوم بلصق الجملة. كما تشاهدون تظهر لي بالأصفر هنا، سأقوم بحذفها لأنها ظهرت يعني فقط بشكل عشوائي في الصفحة. ثم سأقوم هنا بحفظ الأمور كما تشاهدون. ثم إذا عدنا هنا إلى الصفحة وقمنا بعمل يعني ريفريش، ستجدون أن الصفحة يعني اختفت تلك الأمور. أما بالنسبة لهذه الأمور هنا يمكنك التعديل عليها، مثلا هنا إذا قمنا بالنظر نجد مثلا لدينا هنا 10 20 30 أو 10,000. المهم أنك إذا كنت ترغب يعني بالتعديل على هذه الأمور ستقوم بالبحث عليها، يعني الأمور الكتابية إذا كنت تريد تغييرها قم البحث عليها في الكود. مثلا هذا الأمر هنا أريد تغييره، سأقوم بالبحث عنه في الكود هنا بالضغط على تعديل، وسأقوم هنا بالمرة أخرى الضغط في الفراغ زر كنترول اف، ثم تقوم بإضافة الأمور، ثم هنا تقوم بالتعديل على الجملة فقط، يعني لا تلمس الأكواد لأن الأكواد ستتسبب في تعطيل صفحة الهبوط الخاصة بك، لذلك قم فقط يعني بالتعديل على العناوين فقط هنا. إذا هنا مثلا يمكنك التعديل على الأمور، حفظ و الأمور ستكون إن شاء الله جيدة. كذلك بالنسبة لهذا المكان هنا، مثلا لدينا مثلا هنا 10,000، إذا كنت تريد التعديل عليها ستقوم فقط يعني بالبحث عنها في هذا المكان هنا، ثم ستقوم هنا بالضغط مرة أخرى كنترول F، ثم تكتب 10,000، ثم هي هنا ظهرت معك بهذا المكان. سأجعلها على سبيل المثال 100 بدون أصفار للشرح فقط، حتى يكون الفيديو سريع لأننا نتأخر دائما، وهذا لأننا نشرح يعني الأمور بشكل كامل إن شاء الله ليستفيد الجميع. إذا هنا سنقوم بتدوير الصفحة لنرى هل تم وضع 100 كما وضعناها. هنا سنقوم بتدوير الصفحة مرة أخرى نتأكد. إذا هنا ربما يعني لم نقم بحفظ الأمور بشكل جيد، سنقوم بالبحث عنها. قلنا أن هنا لدينا هنا كما تشاهدون يعني لم نحفظ الأمور بشكل جيد، سنقوم مرة أخرى بحفظ الأمور 100 قلنا نعم نحفظ الأمور، وضعنا 100 ثم نعود يعني لم نحفظ الأمور سابقا. إذا هنا سنقوم بالضغط على هذا الخيار، سنجد أن هنا تم إضافة 100 كما تشاهدون. كذلك بالنسبة لباقي الأقسام الأخرى، الآن وضعنا صفحة الهبوط يعني يجب أن نرى كيف تظهر يعني على الهاتف. الآن هذا هو الرابط الذي ستقوم بالترويج له، هو رابط الدومين الخاص بك، هو الذي ستقوم بالترويج له بالطريقة التي أريتكم على موقع بيكو ووركرز، ستجدونها في الوصف. سنرى كيف سيظهر يعني الرابط يعني على الهاتف وكذلك على الحاسوب. كما تشاهدون الحاسوب تظهر لكم الصفحة بهذه الطريقة، كما تشاهدون هذه هي الصفحة. أما على الحاسوب على الهاتف عفوا، سنختار مثلا هذا الموقع يعطيك إمكانية فحص كيف يظهر موقعك على الهاتف، سنختار هاتف معين، ثم نقوم بوضع الدومين الخاص بالصفحة. كما تشاهدون على الهاتف ستظهر الصفحة بهذه الطريقة، ستظهر يعني للعميل كما تشاهدون هكذا ستظهر معه الصفحة كما تشاهدون. إذا كان هذا كل شيء إخواني، أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، كل الروابط ستجدونها أسفل الفيديو في الديسكريبسيون. لا تنسوا دعمنا في القناة وذلك بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وزر لايك حتى تحفزونا إن شاء الله على إعطاء المزيد، ونتمنى النجاح لكل الإخوان. بالنسبة لطريقة الترويج سأترك لكم رابط في الديسكريبسيون، سبق وشرحت فيه الطريقة يعني جد رائعة للترويج، لا يستعملها الكثير إلا بعض الأشخاص الذي قمت بالبحث عن الأفكار وطبقتها، والحمد لله أنا أتحصل على نتائج وأشارك معكم النتائج، وكذلك الأشخاص الذين يعملون معي فهم يتحصلون على نتائج، وكما تشاهدون هذا هو الدليل أمامكم. إذا كان هذا كل شيء إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.